بدأ تسجيل، ما رأيك في expanding triangle؟ طيب هل هذا راح، هل هذه الآن راحت هنا فوق ثم عادت مرة أخرى؟ إذا ليه أفترضها أنا؟ ما نفترض شيء لما يكون في دلالة على أن الشيء هذا حدث. ها، أحد شروط النمط هذا تكون متوفرة. هل توفر؟ لا. إذا أعيد مرة أخرى، أنا بمشي معكم خطوة خطوة، وركزوا الله يهينكم. من أصعب الموجات لما تجي لك الموجة مثلا الرابعة الثانية واضحة، مثلا زجزاج خلاص انتهينا، فلات واضح يعني. لكن لما تجي الموجة الرابعة تفرط ناس كثير، لما ينزل في ثلاثة ويصعد في ثلاثة، والثلاثة أشوفها أنا قاربة تقريبا من نفس المستوى هذا هنا، أميل أكثر لوجود الفلات. ولكن النسبة، النسب المئوية، النسب المئوية تشير إلى أن احتمالات وجود المثلث في الرابعة هي أكثر من حدوث الفلات مثلا كنسبة. ولكن لا نلغي يعني يكثر في المنطقة هذه، لكن ما معناته ننفي وجود موجة فلات هنا والغيرها، لا، هي نفس الاحتمالات أيضا. لكن لو وصل المنطقة هذه، طيب أخونا حمزة سأل قال طيب ممكن اكسباندد، طيب لو راحت هذه، هذه اللي هنا، أليست أيضا ضلع من أضلاع الفلات؟ أكيد أكيد القيعان، أكيد القيعان متى نتأكد منها؟ في النزول هذا، أليست هذه ضلع من الفلات؟ نعم. إذا نتعامل مع هذه الموجة سواء المثلث أو فلات، كن حذر من البداية على أنها فلات إلى أن يتأكد لك أن هذا مثلث، لأن حتى بالإكسباند راح يكون نزول عنيف إلى يصل المنطقة هذه، ثم صعود أقوى، ثم بالإضافة إلى أن يقول لك احتمالاته هو من الأشياء النادرة تحدث، مو دائما. لكن بقاء هذا عند المنطقة هذه 61.8 من طول الضلع السابق، أقول والله احتمل الآن أنا مثلث، احتمل احتمال وجود مثلث هنا. طيب وصل للقمة هذه، ممكن أيضا في البارير تراينجل، في البارير تراينجل واحتمال وجودها أيضا، البارير تراينجل أيضا مستويات العلوة كلها على خط واحد، صح ولا لا؟ طيب إذا إيش بسوي في الحالة هذه؟ حط في بالك المنطقة أولا، أساس لا تضرب بقوة، لا تدخل بصفقة زي هذه، أصلا هذه ما هي موجة متاجرة، هذه تحط خطك هنا وتحط خطي هنا وتنتظر اختراق المناطق هذه أو كسرها. والله نزل وصعد وفجأة كسر لي هنا، على عيني وراسي أنا أنتظر الكسر هذا، أنا أبيه أصلا، خله يصير. والله نزل في المنطقة هذه وصعد وكون لي زجزاج بسيط هنا ثم ارتد، خلاص أنا أميل للمثلث الآن، أميل للمثلث، أنا أميل طالما أنه ما كسر القاعدة أنا راح أميل للمثلث، تمام. أضف إلى ذلك في نقطة أخرى لازم ننتبه لها عند وصول هذا للضلع إلى المناطق هذه، راح ستجد أن الماك دي والآر اس آي جالسين يتحركون معطيك اي هيئه اي شكل. وش الشكل اللي معطيك اياه الماك دي او الار اس اي؟ برافو، لاقيه هو يقول لك تراني انا مثلث، انتبه انت، انا مثلث انا ماني فلات، لان لو في فلات بتلاقيه للار اس اي راح هنا ورجع لك فوق لهنا ثم كسر المناطق هذه، مع العلم بالفلات يحصل هذا. وهناك نقطه راح اوضح لكم اياها بعد شوي، ليه في بعض الاحيان من اشارات الوجود الاي بي سي انتهاء ان السي تنتهي في قاع فوق هذا، هي في الموجات الاكبر وليس الموجات الداخليه الصغيره. الموجات الداخليه الصغيره ممكن تلقى الاي بي سي الار اس اي سوى لك هذه، لكن في الموجات الاكبر للضلع اللي باكمله 1 2 3 4 5 بتلاقي مثلا اي بي سي كبيره، الاي وصلت لهنا، البي وصلت لهنا، السي تهبط معطتك قاع صاعد ما تنزل هنا. اذا شفتها نزل لهنا في موجه كبيره، معناته هو هذه ثالثه ومتجهه لرابعه وبعدها خامسه، عفوا معناتها
دقيقة صحح المعلومة، لو هذا الضلع اللي هنا هذا استمر نزولا وكسر اللقاع هذا اللي هنا نزولا، ومسافة راح أخذها ثم أعطاني قاع ثم أعطاني قمة وقاع أعلى هنا، الكسر هذا اللي هنا هذا يشير أن هذه هي الثالثة وهذه رابعة، هذه الثالثة انتهت هنا وهذه الرابعة هنا وهذه الخامسة اللي قاعها صاعد، هذه إشارة الموجة الدافعة هنا، راح نشوفها مع بعض الشرط بعد شوي راح أوريكم. الكلام الاحتمالات اللي ممكن توجد في الموجة هذه، مثلث أو كلاين راسي كسر القاع هذا فلات ممتاز، أوكي ممتاز. طيب لما يجي وما يكسر القاع هذا يقوم يسوي لي الحركة هذه ويقف إلى هنا مرة ثانية، أميل لإيش من المنطقة هذه ثم يرتد، برافو مثلث. طيب لو سوى لي كذا المثلث ممكن يسوي الحركة ذي يتجاوز المناطق ذي A B C، الدي تروح لهنا، هل الدي تروح لهنا؟ لا طبعا الدي مفروض تنتهي قبل البي هذه، لا طبعا فعلا. في هذه الحالة وش اللي ممكن أتوقعه في المنطقة دي؟ وش اللي ممكن أتوقع في المنطقة دي؟ برافو خولة، ما موجة مركبة A B طبيعتها ماشية بشكل عرضي، C A B C A B C. كم A B C عندي هنا عفوا؟ كم A B C؟ كم A B C؟ وحتى لو اختلفت تركيباتها زجزاج فلات مثلث في النص، البي قلنا الموجة في المنتصف الرابطة ممكن تكون مثلث، ثلاثة نعم ثلاث، يعني كم عدد الموجات التصحيحية اللي إلى الآن؟ ثلاثة. بتقول لي الرابعة الأخيرة دي، بقول لك جايك لها، لو الرابعة الأخيرة هذه راحت وتجاوزت المنطقة هذه، هذا إيش معناها؟ برافو، انك بدأت تدخل في الموجة الخامسة، وهذه قد تكون كلها، هذه اللي تشوفها الخمس موجات الأولى دي هي واحد من خمسة. طيب لما يكون عندي ثلاثة هذه موجودة هنا وش أسوي فيها؟ لما يكون عندك ثلاث موجات تصحيح ماشية بالشكل العرضي هذا، أول موجة تصحيحية A B C، برافو W، ثاني موجة تصحيحية اكس، ثالث موجة تصحيحية واي. بالعربي هي العملية كلها كأنك فعلا جالس تقول اي بي عفوا، وبعدين بي وسي، هي نفسها هي اي بي سي، لكن تركيباتها الداخلية ثلاثة ثلاثة ثلاثة، هذيك اي بي سي هي ايش؟ خمسة ثلاثة خمسة، صح ولا لا؟ اما هذه فصارت ثلاثة ثلاثة ثلاثة، على اساس ان يفرقونها ويميزونها عن الزجزاج، قالوا بدل ما نقول اي بي سي نقول هاي دبليو اكس واي. ما نبي ندخل بموضوعهم الان، راح ننسى الموضوع هذا بليز، بس كمدخل للدرس القادم فقط لا غير، راح اشيلها. هكذا وبهالطريقة أنت تتناول الموجة اللي أنت فيها. طيب تقول والله لو أنا بأمانة أشوفها شائكة ضايع في المنطقة هذه، ما أنا عارف شو أسوي فيها، هي كذا بالشكل هذا. أخي الحبيب، أخي العزيز، أخي الغالي، شلون أشيل هذا اللي هنا؟ فقط الخطين دول، ما أدري والله. أو بس خلاص.
اخي الغالي، والله انت ضعت في المنطقه هذه، جلست تشوف ولقيت هذه رايحه وجايه وصاعده وهنا وخبص ما ادري، تقول ماني عارف اقراها. هل انت راح تتاجر في المنطقه هذه؟ هل مطلوب انك تتاجر في موجه 2 والموجه 4؟ لا، كل اللي عليك حط قناتك السعريه يا اخي العزيز وترقب الحركة القادمة. بس سهل الموضوع على نفسك يا أخي. والله راح ضرب هنا، رجع هنا، سوى هنا، راح هنا، كيفه؟ صعد، اخترق أول إشارة. اخترق لي هذه القناة، اخترق لي القناة، اخترق القمة هذه، أكد لي إياها باختراق هذه. لما راح هنا خلاص، شكرا جزيلا. هذه الموجة اللي أنا أحتاج إني أصطادها من هنا. كيف ممكن يرجع في موجة 2 ثم يطير مرة ثانية فوق في موجة 5؟ واضح؟ هي لوجيك، كومن سنس، منطق. التعامل معها ان يكون بمنطق، ما هو على كيف، على هوائي. صعبت علي. حط وأنا يعني القنوات السعرية هذه يجب ان لا تغفل، يجب ان لا تغفل. ناخذ اعطيكم مثال هنا بسيط. شايفين الموجتين، الموجة هذه، هذه أمامي موجة الآن، نحولها للأسود عشان تبين بشكل واضح. أوكي، هذه موجة الآن، راح أصغرها شوي بالشكل هذا. وجدت والله شكلها كذا، هي شكل دافعة، 1 2 3 4 5، يمكن ما أدري. لما نحط الفوليوم، أحجام التداول، انتبهوا، أحجام التداول هذه، لو اعتبرنا هذه الموجة واحد، دائما عند طيعان الموجة واحد ونهاية التصحيح تبدأ أحجام التداول بارتفاع. ليه؟ هذه السيولة اللي تدخل زخم. ولذلك تلاحظ في ابو الأسهم ريان سم. في الشاشة مو مبينة. أوه، عذرا، ما عملت مشاركة الشاشة، اعتذر منكم. انت بران تكتب على السبورة ولا تشغل لايف؟ لا، لايف، لكن نسيت اعمل مشاركة للشاشة. هل واضحة الشاشة امامكم؟ تمام، واضحة الان. تمام، هذه الموجة الامامي والله اعتبرتها دافعة، انا كذا شايفها دافعة، بس ماني عارف وين واحد، وين اثنين بدأت، وين انتهت، وين اربعة بدأت، وين ثلاثة انتهت، وين غيره. طيب وين مناطق وجود الثالثة؟ عند نزول السهم بقوة فجأة تجد عند نهايات الموجة أحجام التداول تبدأ بإيش؟ لاحظ بالنزول، تنخفض تنخفض، عند اقتراب من الارتداد أحجام التداول تبدأ بالارتفاع، وكأنها تعطي دايفرجنس بين نزولها وصعود مستويات الأحجام التداول. هذه إشارة لدخول السيولة، وإن خلاص في زخم وفي قوة الآن من الارتداد هذا. عند ارتفاع ستجد أن السيولة في الموجة واحد بدأت من عالية، بدأت إيش؟ عند ارتفاع الموجة الأولى تبدأ السيولة عند نهاياتها تنخفض مرة ثانية. نعم، وهو مثل ما هو واضح أمامنا. شوفوا أثناء الموجة واحد هي صاعدة، بدأت السيولة تنخفض تنخفض تنخفض، هذه إشارة أنك ممكن تصل إلى نهايات الموجة الأولى عند أدنى مستويات الفوليوم هنا. وفجأة يطلع لك فوليوم عالي عند نفس المنطقة اللي يصير عندها نزول، يرتفع مرة أخرى. ليه؟ للإشارة أن في موجة هابطة الآن، في زخم، في بيع. لو نلاحظ هنا إذ في دلالة، ما هي الدلالة؟ لو سألتك على الشارت هذا وين أكبر نسبة مستويات تداول، أكبر نسبة
لا تقول لي هذه في النهايات هنا، وكانت حتى مدتها قصيرة، هي كانت فقط في المنطقة هذه، وهذه كانت عند النهايات، هذه فقط تشير إلى ارتداد. لكن أثناء الصعود وين أكبر نسبة فوليوم صارت؟ في المنتصف خوله، برافو، في المنتصف، في المنتصف، برافو وعبد الله، برافو، في المنتصف. لاحظ كل نسبة الفوليوم العالي اللي صاير هنا، وهو من سلوكيات الموجة الثالثة، بأن يحصل فيه عند الموجة الثالثة، هذه إشارات لك بأن والله أنا موجود في موجة ثالثة، فتجد مستويات، بابا صار هنا، فتجد المستويات بارتفاع وارتفاع 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 وارتفاع، ثم فجأة تبدأ تنخفض إلى نهايتها. ونلاحظ أن كل الزخم والارتفاع اللي صار كان في مدة أطول من هذه، صح ولا لا؟ هنا تقول هذه هي الثالثة، خلاص وأنت مغمض، هذه هي الثالثة، هذه الموجة الثالثة، أنا أتعامل مع الموجة الثالثة الآن. طيب تقول لي والله في هنا ايضا فوليوم، هل اخذ مده طويله؟ مدى طويل فقط كان عند المنطقه هذه هنا، وهو دائما يحصل عند نهايات موجه او بدايه النزول او نهايه الموجه في الاسفل، اشارات الدخول سيوله مثل اللي صارت هنا، انه في زخم وفي دخول سيوله، ولذلك تجدها عند نفس المنطقه، نفس المنطقه هذه. ولو جيت لكل موجة ستجد عند نهاية اثنين نفس الشيء، أربعة نهاية أربعة أيضا كان في حجم تداول عالي في ذلك اليوم، واضح؟ إذا الفوليوم العالي اللي يصير بعد انخفاض هو إشارة إلى أن بعد انخفاض، إشارة أن هذا هو دخول سيولة، وهذا نهاية النزول، والمتوقع ارتداد من المناطق هذه. يحدث في احيانا، يحدث احيانا بان خاصه لما يكون في ارتداد، يعني يحدث احيانا ان يكون في الزخم وسيوله عاليه، قد تكون احيانا في الخامسه مو الثالثه اللي يدخل فيها سيوله عاليه، هذا في السلع تجدها اكثر، السلع تجدها اكثر، وفي السلع تجد ان الخامسه هي اللي اخذت الفوليوم العالي وهي صار فيها امتداد، لكن عندنا بأسواق الأسهم تجد كثير دلالة على هذه اللي هي موجودة هنا، موجودة في الماك دي، وراح نشوف الماك دي، بس أبي أصغر هذول وأخفيهم في الوقت الحالي على أساس تشوف الماك دي مثلاً. اوكي نلاحظ هنا في النزول اللي صار من المنطقة هذه هنا، المنطقة هذه اللي فوق هنا، هو يتوافق مع أعلى منطقة في الماك دي اللي هي كانت هنا، أعلى منطقة في الماك دي كانت هنا، شوفوها تحت، هي كانت إشارة إلى أن هي أيضا المنطقة الثالثة، ثم ينخفض المكدي ليكون قمة أخرى في الوقت اللي السهم يكون قمة صاعدة، والمكدي يكون قمة أخرى هنا في نفس المنطقة، هذه القمة الثانية المنخفضة هي دائما إشارة لوجود الخامسة، تحدث هذه في القيعان أيضا، تحدث الحركة هذه في القيعان أيضا في الموجات الدافعة. وراح نشوف مثل يعني بعد شوي، خلينا نشوف اذا نقدر نشوف في مثال حلو، مثال مثلا تجد النزول هذا اللي صار هنا مثلا، لو كانت هذه موجه فلات 1 2 3 4 5، انتبهوا الى 4
انتبهوا إلى خمسة، عفوا ثلاثة، ثلاثة وخمسة، انتبهوا إلى ثلاثة، انتبهوا إلى خمسة. بعدين إنا لله وإنا إليه راجعون. سجلوا المعلومات، الله لا يهينكم، سجلوها واذكروها، احفظوها، صور شاشة اللي تبي. هذا مؤشر، هذا مؤشر النفط طبعا، اللي ما عرفت ان ما في حد منكم يتداول على النفط عشان لا اخذها توصية. ف ثالثة كانت هنا، ارتفع في رابعة، ثم هبط في خامسة، ولا لا؟ ادنى مستويات دائما في الناس في اسواق المال او غيرها، ويقول لك او الماكدي ارتد من ادنى مستوى، ثم يروح يدخل في الصفقة هنا ويجد انه بوم نزول بعدها. يا اخي انا اخذت مكان ادنى مستوياته. نعم الماكدي يقول لك ادنى مستوى يسجله هنا، هذا الثالثه، الرابعه اللي فوق، القاع الصاعد هذا اللي هنا، هذه هي الخمسه. لما تشوف القاع الصاعد هذا او القمه الهابطه اللي فوق، هذه هي الخامسه. هذا اشاره ان الخامسه انتهت الان، هنا خلاص. يعني لو جيت انا وحطيت عند هذه هنا خط فوقها، كان على طول ادخل من يوم وتجاوزها المناطق هذه. واضح النقطة هذه؟ ونلاحظ أيضا بالنزول هذا الخماسي هنا، الخماسي هذا، فإن الحركة كانت كيف؟ نزول وصعود في اثنين. هذا النزول كسر القاع الأول ده. لمجرد كسره للقاع الأول هذا، هو إشارة أن هذه ثالثة، هذه ثالثة. ليه؟ لأنه من طبيعة الزجزاج، لو كان فعلا زجزاج بتلاقي الاي وصل لهنا، البي وصل لهنا، بيسوي نفس حركة الموجة الخامسة هذه وهي الثالثة، بيسوي نفس حركتها، أي بأنه سيهبط إلى المنطقة هذه هنا ويرتد له هنا، ولكن راح يكون له قاع صاعد. هذه نهاية السي هنا، هنا السي لا يسجل قاع جديد. واضح؟ هذه من الإشارات اللي ممكن تحصل عليها، بان والله هذه لا خام، هذه دافعه، دافعه سلوك الار اس اي والماك دي يقولون غير. كيف؟ لنتجه الى الاي بي سي هذه، وابي اعرف يا ربي انا عرفت ان الخامسه انتهت هنا لما سجل لي قمه هابطه في الماك دي او الار اس اي، ترى نفس الحركات اللي قبل الار اس اي عند المنطقه هذه القمه دي. الان بينزل في اي بي سي، كيف استدل على الاي بي سي؟ هذا النزول الاول اي، لاحظوا وين انتهى، شوفوا شوفوا هذا الاي. ليه؟ لانه رجع تقاطع مره ثانيه اي بي سي ايضا اخرى داخليه صغيره. هذا الاي لما انحنى الماك دي واعطاك تقاطع، كانه يقول لك انا انهيت الاي. طيب والبي؟ قال لك هنا انا انهيت البي عند القمة هذه. تكون لك ثلاث حركات، يكفي واحد اثنين ثلاثة، كبر شوي. سويت لك حركات ثلاثة في النص، واحد اثنين ثلاثة، كأنه يقول لك اي بي سي انهيتها. حصل تقاطع، انا اعرف ان هذه يا سي يا ثري. طيب متى اقدر اقول انها سي؟ لما يهبط ويصعد بالحركات الثلاثة، ثم يعود ويكون قاع صاعد، في حين ان هذا كان لي قاعين، قاع هابط. لاحظتوا عند القاع الصاعد والتقاطع اللي يصير هنا، هذا انا اعرف ان السي انتهت منطقه دخولي. فما بالك انت لما يكون عندك الاسلحه هذه، تراقب سهمك وهو يسجل قاعين صاعدين، وهذا هنا يسجل قاعين هابطين هنا، وعند المنطقه هذه لو جيت انا بكل ذكاء تعاملت مع الموجه هذه، وانا اراقب الماك دي او الار اس اي، وجيت وقلت انا بكون اذكى من البقيه كلهم، هذه قناتي السعريه،
وبنتظر حركات الماك دي وبنتظر اختراق القناه. هذا الماك دي قال لك انا انتهيت هنا المنطقه دي، هذا موجه دافعه، خلاص انا جايك بموجه دافعه الان. طيب هل ادخل من هنا؟ لا، انتظر ان تتجاوز القناه والسلام عليكم، ادخل بموجه. شوف كم خذت فيها انت الموجه دي، كم خذت فيها الموجه هذه، مع العلم ان هذا معطيك كان دلاله او اشاره لانك خلاص عند التقاطع اللي صار هنا انت اوريدي مخترق القناه في قاعين صاعدين. هل واضح الكلام هذا؟ فيه اي معلومه ودكم تسالون فيها قبل ما استرسل؟ الله يجزاكم خير. إيه بس ما بي واضح وبعدين يجي نرتكب غلطة. يعقوب يقول السلسل. بإذن الله في الأيام الوقت هذا والأيام اللي جاية راح يوفقكم جميع، راح يعني يكون في فرص أكثر. إيه وش عليك؟ على قولة إخواننا الغاليين الغاليين على قلبي العراقيين، ها؟ أبوي كان يقول لي إياها لما أكون أجيه اطلب منه شغله باخذها طبعا، هي ماني بخسره فيها شيء. فلما اقول لها عطني ولا غيره كان يقول لي اي زين زين يا ولد ابشر ولا يهمك. على قولة اخواننا الغاليين العراقيين كان والله يقولها كذا، يقولون يا ولدي اتفقنا ببلاش اريد اموت. وش هامك انت؟ طبعا اخوي يعقوب يقول اي بلاش. لا شوف انا ببلاش اريد اموت ولا يهمك، تامر نعيد ونعيد ونقول. احب العراقيين، احب الكويتيين، واحب البحرينيين، واحب الاماراتيين، واحب العمانيين، احب السعوديين، واحبكم كلكم. الله يجزاكم خير، فلا افرق بين احد ابد. عزيزي وغالي، حتى الاريتريين احبهم، صوماليين، نيروبي، ما اعرف ايش، نيكاراغوا، كل هذا كل هذا. الله يجزاك خير اخت خالد، الله يجزاكم خير جميعا. نحبكم في الله طبعا، لكن الان ويعز مقداركم يا رب. الان هل في نقطة ما فهمتوها في هذا اللي شرحته الان؟ طيب استرسل، نسترسل. ايش رايكم نستعرض الموجة الثالثة بعد ما شفنا فيها الزخم هذا كله؟ ونبي نعرف هل انتهت مثلا الخامسه منها؟ وين اعلى قمه في المكدي؟ اعلى قمه في المكدي كان يقول لي انت سجلت الثالثه هنا، الثالثه من ثلاثه، ها؟ ثاني واحد فيهم يقول لي انت سجلت ايش؟ الخامسه من هنا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لاحظ النزول كل اللي صار هذا، السهم بالعكس استمر في الصعود. ليه؟ لانه بيسجل موجه خامسه، هو بيسجل موجه خامسه، فتجد ان الدايفرجنس موجود بينهم. نسترسل يا شيخ يعقوب ولا يهمك، شافني ببلاش اريد اموت. نسترسل، هذا الدايفرجنس موجود هنا امامك، انتهت القمه الثانيه للماك دي اشاره. خلاص شوف القاعدة تقول قمم صاعدة قيعان صاعدة، قمم هابطة انتهت موجتك. إذا سجل القمة هابطة ثانية أنت هنا موجتك هذه الصاعدة انتهت، أنت راح تجني أرباح تصحح اليوم. طيب هل الماك دي معطيني الإشارة نفسها اللي صارت في الار اس اي ساعة اللي تحت هنا في موجة اثنين؟ ما نشوف ان اعطانا قاع صاعد وثم رجع كسره ثانيه. مع العلم انا قايل انه يسجل لي قاعين صاعدين ولا لا؟ ما اعطانا اي، كمل واصل كسر كسر واصل نزول تحت. شوف هذا هو وين راح الماكدي، عند المنطقه هذه اللي هنا اشوفه جاء ونزل وكون لي قاع ثم ارتد، ما كون لي قاع صاعد، كسر القاع هذا اللي هنا. تتوقعون إشارة لإيش بالضبط؟ يوم إنه كسر بالطريقة هذه هو إشارة لإيه؟ هبوط.
بس وش يقول لك الموجه هذه نوعها ايش؟ دائما الماكدي كسر القاع اللي قبله، ما ارتد من قبل قاع صاعد. معنا قلنا ان اي بي سي المفروض ده. برافو برافو نور. موجة. طيب اذا موجه تصحيحيه وعندي دافعه، كيف تصير دي؟ المفروض يكون عندي اي بي سي عفوا، كيف صار موجه دافعه هنا؟ يا انها معناتها تكون 1 2 3 4 5 من ضلع A، او 1 2 3 4 5 من ضلع C، او اي موجه ثانيه اللي فيها خمسة اضلاع. مش فاعل خمس موجات مثلث. ارتكب جريمة اليوم، ما يصير. في فلات خولة. برافو من نور. برافو فلات نور. برافو مساعد. الفلات ايضا ينتهي بهذا، كانه يقول لي ترى انتبه، ترى ممكن يكون عندك فلات. لما اجي وادخل ارقم الموجه هذه 1 2 3 4 5، كانه يقول لي ان الخامسه هنا من الضلع هذا هي 1 2. اوه المربع ده، خليني ابعدها شوي دقيقه. كان يقول هذا هو، هذه الثالثه وهذه الرابعه وهذه الخامسة، انتهت هنا مو عند القمة اللي فوق. طيب خليني أكبر شوي، خليني أحولها لشموع عشان تتضح لكم الصورة. ممكن صحيح، ممكن تكون هذه عندي هنا ABC وهذه ABC وهذه 1 2 3 4 5 ثلاثية بكل تركيبة، صح ولا لا؟ دام طلع لي كسر هناك. لا يا نور، بالعكس جوابك وتحليلك صح ان شاء الله. طيب هذا إشارة إلى والله هنا 1 2 3 4 5 موجود عندي في المنطقة هذه. بهذه الطريقة أنت تستدلون مثلا على وجود والله. طيب هل تتحد أحيانا الإشارات مع بعضها على بالمؤشرات؟ إذا شفت الأمور مو واضحة عندك في المؤشر هذا، نزله وعند نفس الموجة روح للآر إس آي. أحيانا الآر إس آي يعطيك دلالة أكثر، وإذا شفت وتجد أن مثلا الخامسة عند انتهت المنطقة هذه A B وهذه 1 2 3 4 5 المنطقة دي. والله ما اعرف ما فهمتها. هل يصعب عليك اخي العزيز انك تسوي الشيء هذا؟ صعب عليك يعني؟ صعب عليك انك تحصرها في قناه وتقول خلاص بقريح خلها تروح، انا اهم شيء اخترق القناه دي؟ ما هو صعب. لو ما عرفت تحللها ارسم قناه سعريه، انت ما راح تضارب فيها اصلا. وين ادخل؟ خلاص دخولك المؤكد القمه هذه، اخترقها روح خذ حقك من هذه وانت ضامن باذن الله كل الصعود هذا. الخروج اللي قبله كان عند القمه هذه اللي هنا اللي تحتها هذه، عند الموجه هذه، وانت خذ الزخم ذا كله. الخروج اللي قبله بعد كان عند الموجه هذه، وهذا هو اخترقها ورجع صحح لها وطار فوق، عمل ريتست وطار. ثلاث مناطق تكلمنا عنها، اهم شيء اختراق القناه دي. هل واضحه؟ الله يجزاك خير حبيبي. واضحه المعلومه، ارسم قناتك السعريه اخي العزيز. طيب بعطيكم اشاره، بعطيكم شغله المفروض تسوونها، سووها من اليوم ورايح الله يرضى عليكم. جيت للموجه هذه، راح امسح كل شيء الان، ولا ابي المستطيل يظل زي ما هو، شيل بس الاشارات الاخرى دي. اوكي خلنا نشيل الاشارات كلها دي، مخطوط وغيرها كلها هذا بشيلها عشان اصل الى نقطه معينه. طيب جيت لل، شوف هو مو اختبار توجيهي ولا ثانوي ولا غيره، اللي لازم انجح. اذا تاخذ شهاده من عند اليت ويب انترناشونال
على اساس تكون محلل شو يسمونه، محلل ايش، معتمد بشهاده، هذيك الساعه بيدخلونك في المستوى الثاني من الاختبار، بيدخلونك في انك يعطونك شارت كذا فاضي يقول لك رقم لي بالشكل هذا. طيب لو صعب عليك الدخول في تفاصيل هذه، خلنا انا بجيب لكم اياها، خلني اروح على فريم 5 دقائق مثلا، عسى تطلع معي الموجة هنا عاد 5 دقائق، خلني اشوف. ان شاء الله انها نصل الى انها تتضح معنا، وبعدين مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة، نشوف رسم أقرب شوي. وجيت ممتاز، وجيت لل، خلينا ناخذ الموجة هذه، هذه، وتنظر لها وتقعد تعطي سيناريوهات، 1 2 3 4 5 وغيرها. أنا ما أبي سيناريوهات أتوقعها لموجة انتهت، حبيك تقدر الموجة أثناء حركتها، ولكن لو كان فعلا صحيح الموجة انتهت، خلينا ناخذ هذه الشائكة هنا، هذه اللخبطة اللي صايرة هنا دي. هذه ممكن تواجهكم موجة زي هذه؟ ثم تقف أمامها حائر، هل هي موجة مركبة، هل هو مثلث، هل هو وشو، كيف أقراها، صح ولا لا؟ إذن يا أخوان من اليوم ورايح، يجب كمحلل موجي يجب أنك تتنقل بين الفريمات لتسهيل العملية على نفسك. يعني أجي للشارت وأقول والله أول شيء راح أسويه ابي الشارت هذا، اشوف الموجه هي في اي منطقه من الشارت، في اي ضلع. وين الموجه هذه اختفت حتى على 5 دقائق؟ وين كنت هذا؟ شفتوا وين؟ شفتوا وين؟ شفتوا وين موجوده؟ انا اشر عليها الان، شوفوها. هي هنا، منطقه صغيره هنا سموير. لاحظ انك انت جالس تضارب على 5 دقائق في المنطقة هنا، هذه خطيرة اذا ما تعرف موقعك من الشارت وين انا موجود. خلينا اخفي الفاليوم هذا شوي، لحظة وينه. خطيرة اذا انك جالس تضارب في منطقة انت ما انت عارف وش هي هذه، فلما ترجع تقدرها وتقول والله 1 2 3 1 2 3 مثلا، و 3 4 5 اوكي، هذه 1 2 3، ممكن تكون هذه موجة رابعة ولا لا؟ مثلا موجة رابعة من 5A مثلا، ولا ممكن لما اجي انا. اذا انت تقدر تقدر بدري انك انت موجود في موجة خامسة، في موجة رابعة. طيب خلني اجيها مرة ثانية، انا جيت لهنا وماني عارف كيف اتعامل معها، عرفت ان عندي هنا 1 2 3 4 5 يمكن بس كيف ترقيمها الداخلي؟ كل المطلوب منك لكي تتضح الصوره بالنسبه لك انك هذه 5 دقائق، ارجع فريم اكبر منه لو سمحت 10، وانظر الى الشارت، لاحظ الذبذبات اللي موجوده فيه الان تم اختصارها اكثر، 1 2 3 4 5 اوكي. طيب بروح برضو ما هو واضحة بالنسبة لي، بروح 15 دقيقة، قلت الذبذبات الآن، الذبذبات اللي داخلها بين 1 2 3 1 2 3، هذه أوكي. طيب برضو أبي أختصرها أكثر وأشوف الموجة بشكل أوضح، 30 دقيقة، أوكي. أخضر فوق، أحمر تحت، أخضر فوق، ABC. لاحظ انها بدا بعد ما كانت دبليو اكس واي ومدري ايش، الان 3 حركات
وضحت امامك. لو قلت لك رقمها بتقول لي هذه اي وهذه بي وهذه سي مثلا، صح ولا لا؟ خلاص سهلت العملية. عندما تتنقل بين فريم وفريم وفريم اكبر وفريم اكبر، انت كأنك جايب مساحة وتمسح كل الخطوط الزايدة. اعطيك فكرة، بعض اللوحات الفنية عندما تقف امامها عن منطقة قريبة جدا، عينك وانفك قريب عنها تقريبا 30 سنتي، ما راح تشوف، ما راح تتأمل بجمال اللوحة، ما راح تشوف تفاصيلها اصلا، عينك محصورة في منطقة. ولذلك تشوف فنانين، ترى انا احب الرسم وارسم خاصة بالفحم. فلما ارسم والله اني اسوي نفس الشيء مع الشارت، اذا شفته ما وضح لي. احيانا الرسم عشان تتأمل بتفاصيلها وتشوفها، هل موزونة الخد هذا، نفس مقاس الخد هذا، العين هذه فيها ميلان عن العين دي ولا لا، الاذن هذه فوق ولا تحت. ارجع لورا 4 5 6 10، مو لا 10 ما راح اشوف شيء، 4 كذا 3 4 5 خطوات لورا وطالع اللوحه، راح تشوف كل عيوبها، راح تتضح صوره. احيانا اذا شفتها شائكه علي كذا، خبصه خبصه خبصه، اقوم اوقف، والله والله اقوم اوقف، ابعد عن كرسي كذا، الكاسه ابعد عن كرسي 3 خطوات واطالعها من بعيد، وماسك والله كوب الكافي ولا الشاي بيدي واشرب واتامل فيها من بعيد. والله احيانا وانا واقف اقول اوف، الموجه كذا، الموجه كذا، تعال تعال تعال، كيف ما انتبهت لها، الى اني لازق في الشاشه، ما تشويش مشوشه، هاي جالسه تشوش علي الان، ماني قادر افهمها بالشكل هذا وانا قريب منها. وهذا الشكل وهي المشكله اللي تحدث معكم، انت لما تجي نفس الموجه هذه مسوي لي هذا. وجاي حاطها بالشكل هذا، ما تقدر، ما تقدر تتأمل، ما انت عارف اصلا هي في وين موقعها من العرهب، في اي موجة هي. فاذا وجدت موجة كبيرة زي هذه تتجه العكس بالريوس، ارجع من الكبير الى الصغير الى الصغير، اوكي، واكبر اشوفها، والله ما تضحك، اوكي، ارجع من الكبير الى الاصغر منه، اروح ل5 دقائق او 10 دقائق مثلا، واجلس اناظرها واشوف ايش التفاصيل الداخليه اللي شفتها انا، اللي ما كانت وضحت لي. انا افترضت انه اي بي سي، طيب شو اللي صاير هنا؟ اي بي سي، لحظه بس، الاي شايف فيها 3، البي شايف فيها 3، السي شايف فيها 3، ما هو هذا مدخل اخر، والأحرى مثلا اني اقول دبليو اكس واي مثلا، لا تاخذون الترقيم هذا لانه صحيح، انا اعطيكم مثال كذا، تلاعبكم مع الشارت يعطيكم فرصه باني تطلع من فريم كبير الى الصغير، من الصغير الى الكبير، الى ان تدقق الموجه هذه وتفهمها تماما. ابو محمد استلم الدفه لمده بس 5 دقائق، احتاج بس بريك دقيقه وارجع لك، بوقف التسجيل. شوفوا اسم اللي عنده تريدنج فيو، من عنده تريدنج فيو؟ من اللي عنده تريدنج فيو؟ من اللي يستخدمه؟ أو يستخدم أي منصة ممكن يستعرض فيها مؤشر النفط. حتى لو كان عن في برامج اخرى، بس يقدر يشوف فيها مؤشر النفط. مؤشر النفط هذا هو اويل برنت. مو مهم، خليني انا اعطيكم فكره بعدين انتم تطبقوها عندكم. وبسم الله نبدا، انتبهوا للكلام اللي بقول لكم اياه الان، ركزوا معاه تماما. راح اطلع الى فريم الساعه، ولا خلينا في الديلي، هذا الديلي، وهذه الموجة الأخيرة اللي نشوفها هنا الآن متحركة أمامنا، الموجة الأخيرة هذه.
ما هي طبيعتها؟ وش رايكم فيها؟ وش اللي صاير في الموجة هذه؟ وش الترقيم اللي ممكن تشوفه في المنطقة هذه؟ وين بدأت وين انتهت واحد؟ وين انتهى بدأت اثنين؟ وين انتهت اثنين؟ وين بدأت ثلاثة؟ وين انتهت ثلاثة؟ وين بدأت أربعة؟ وين انتهت أربعة؟ وين انتهت خمسة؟ وأعطاك إشارة بداية تصحيح. هل تستطيعون أن بنظرة فقط تحكم على الشارت؟ طيب، اللي بقوله ان لو فرضنا شيء واحد بس قبل ما ابدا، لو افترضنا ان هذه والله نزلت الى هنا، والله يمكن هي فلات وانتهت، لا والله يمكن هي اي بي سي، والله يمكن ما ادري ايش. طيب مستويات فايبو تقول لك مثلا، مستويات فايبو مثلا تقول لك ان هذه المفروض الرابعه تصل الى 38.2، ولا لا؟ ولا لا؟ طيب ايا كان تفسيرك لها، طالما انها ما وصلت المستويات هذه، مو شرط ممكن تنتهي قبلها، لكن ايا كان تفسيرك لها، هناك ارشاد اخر يقول لك ان الموجه هذه تنتهي عند ادنى عند مستويات او ادنى مستويات بالاخص، ولكن مستويات الموجه الرابعه من الضلع اللي يسبقها، ولا لا؟ يعني انا فلما اشوف نزول يجيني بالشكل هذا واقول خلاص انتهت، على الاقل في ارشاد يقول لي انتبه، ترى يعني مستويات الرابعه عند المناطق هذه تقريبا، هنا هنا سهمك هذا المفروض يستهدف المناطق هذه، حتى لو أخطأت حساباتك، حتى لو أخطأت حساباتك ترى ممكن يصل، المفروض يعني أن يصل لمناطق أدنى مستويات المناطق الرابعة. طالما أنه بعيد عنها هنا لا تستعجل، وخاصة الموجة الرابعة لا تستعجل عليها، الخاصة الموجة الرابعة لما تكون مثلثية، ولما يكون عندك مثلث لا تستعجل على نهايته، ترى المثلث ممل، يعني ممكن يكون لك ثلاثة هنا وتعتقد انه خلاص، وفجأة تلاقي واصل لهنا، صاعد لهنا، نازل لهنا، واصل لهنا، راس هنا، يعني الين يطفشك، ياخذ مدة مدة من الزمن، فتجد مثلا من 2021 الى مدري وين كم اشهر هو جالس يتحرك في المنطقة هذه، فلا تستعجل على المثلث بنهايته. وايضا انظر إلى الضلع الرابعة من اللي قبله، هو منطقة مستهدفة للموجة التصحيحية اللي نازلة دي، خاصة لما تكون رابعة من الترقيم الأكبر، وبعدها بيجي خامسة. طيب في إشارة أخرى، مستويات فايبو، منطقة الرابعة، يعني هذه أشياء ومناطق المفروض أنا أنظر لها وأنا أحلل، فلا لا استعجل اني احط قراري الا وانا عارف انها في ارشادات وصلتني على ان هذه المنطقه مستهدفه هنا. ولذلك راح ارسم انا قناتي السعريه وانتظر هذه المناطق الى ان تضرب مثلا، ذيك الساعه اشوف شو الوضع، هل هي فعلا ضربت وصلها الهدف ولا لا، تجاوزها؟ اي والله تجاوزها، عندك مستويات فايبو، مستويات فايبو ايضا للموجه هذه نفسها، للموجه هذه نفسها. فلما مثلا اجي اقول، مثلا انا اقول لكم مثلا هنا، واقول والله اوكي اندنج دايجونال، اذا كانت اند دايجونال فالثالثه مو لازم تصل ل 61.8، 161.8، ولكن لما اجي مثلا واقول باخذ من المنطقه هذه الى رابعه الى خامسة ولا غيره، أجد والله في مستوى 61.8 عند المنطقة هذه للموجة مثلا الفلات هذه، إذا كانت هي فلات فعلا، أو حتى لما كانت أنا فقط حسبتها بالطريقة هذه، حطيت 161.8 قريب من مستوى الموجة الرابعة من الضلع اللي قبله. أيضا أقيس مثلا من الضلع بأكمله فوق
واشوف المستويات هذه، وهذا تسمى الكلستر على فكره، كلستر، واشوف ان هذه منطقه 23.6، ثلاث مناطق شبه 23.6، ثلاث مناطق واصله للمنطقه هذه. ال 38 وينها؟ هنا. قد يكون هذه هي المنطقه المستهدفه، فلا تستعجل. قد تكون هذه هي المنطقه المستهدفه، هذه الرابعه من الثالثه هنا. فهذه الموجه قد تكون بالشكل هذا. وتتحول كلها الى دبليو اكس واي، اي ايا كان، او اي بي سي كبيره تستهدف المنطقه هذه. اي ان هذا ممكن من المناطق هذه لو كسر قاع هذا، انا اتاكد انه رايح مثلا الى 38.2. اعرف ان هذه المنطقه هذه الرابعه هنا مثلا. طيب اوكي ممتاز. اشيل هذا كله. ابيكم تعملون التالي في indicators فوق مكتوب I C H، خلاص I C H، لاحظت مكتوب Ichimoku Cloud أو Ichimoku، مؤشر الإيتشيموكو الياباني، وفي درس كامل حطيته أنا في قناتي باليوتيوب على المؤشر هذا والاستراتيجية كيف نستخدمه وكيف نضارب فيه. لكن اللي أحتاجه هنا الآن يختلف تماما، يختلف تماما. وهذا هو مؤشر الإيتشيموكو، وأجي عن مؤشر الإيتشيموكو وأقول ريسيت، رجع لي الديفولتس، بينزل أمامكم مؤشر الإيتشيموكو. إيش سويت أنا؟ لا 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 سويت أنا؟ وين الإيتشيموكو؟ هذا هو، اي هذا الشيموكو، واسوي له ريست هنا لاني انا عدلت عليه. هذا هو الشيموكو، لاحظوا كيف مختبص الامور وخطوط وغيره. هذا استراتيجيه قويه للمضاربه تقدر تستخدمها. ولكن انا كل اللي احتاجه من الشيموكو موجيا اليوتيا اني اروح اضرب على الشيموكو نفسه او الاعدادات حقته هنا فوق هذه، او اضرب على اي خط من خطوط الايتشيموكو بيفتح لي الاعدادات، يروح لي الى ستايل، قفلهم كلهم 1 2 3 فقط. اول ثلاثه قفل هذه، اول ثلاثه شيلها، شيل الصح من قدامها، كونفرجن لاين، بيس لاين، لانج سبان. لو قدرت تسوي هذه انت راح تضارب مضاربه قويه. ستجدون المؤشر هذا يعطيكم دلاله واشاره صريحه عن اماكن تواجد الموجات، فتجد الموجه الاولى تخترق الغيمه او تصل الى جسم الغيمه، قد تخترقها قليلا، وهنا اخترقت ووصلت المسافه. لا تقول لي انتهت الموجه الثانيه هنا، لا تقول لي هنا، لا تقول لي انتهت الموجه الثانيه هنا، بقول لك لا، هو سيسجل قمه ثم يهبط الى داخل الغيمه، يسجل لك الموجه A ثم يعود الى الغيمه مره اخرى لسجل موجه بي. اذا الاي خارج الغيمه، يخرج منها خارج، او يصطدم في الجزء الاسفل من الغيمه هنا، وغالبا يطلع من مجال الغيمه. البي تعود للغيمه مره ثانيه ثم يتجه في سي الى اسفل الغيمه بالشكل هذا. تجد حركته هي واضحة كالتالي، واحد بعيد عن غيمة ثم يعود لها مرة، إذا رجع لها مرة ثانية يعرف أن هذه موجة A، تجاوزها قليلا أو أكثر أحيانا، ممكن المسافة مو مهمة هنا، أهم شيء أنه يعمل لي التجاوز هذا ثم يعود يختبر الغيمة. قد يتجاوزها قليلا، غالبا ما راح يتجاوزها، بيضرب الغيمة ثم يعود يكسر الغيمة مرة أخرى ليسجل الموجة C. هذه حركته برا الغيمه، داخل الغيمه، برا الغيمه، هذا اي بي سي، هذه اي بي سي. متى ادخل؟ اذا تجاوز الغيمه مره ثانيه، واذا تجاوز القمه هذه اكيد خلاص. نجد ان اللي بعدها، نجد ان اللي بعدها هي، عذرا،
نجد اللي بعدها، والقلة يعرفون الشيء هذا ترى، لكن إن شاء الله انك تستفيدوا من المعلومة هذه وتنفعكم بإذن الله. تجد أن اللي بعدها عبارة عن تحرك في الموجة الثالثة، ومن طبيعة الموجة الثالثة أنها تخرج من الغيمة، وهي الموجة الأكثر ابتعادا عن الغيمة، حادة، تلقى بعيدة 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 عن الغيمة، بعيدة. طيب شو اللي صار؟ رجعت مرة ثانية للغيمة، لكن لم تكسرها، مشت يمكن مثلث أو شيء، المنطقة هذه واضح ما كسرتها، راح يعطيك إشارة من وجود مثلث هنا، راح تستدل فيه. وإن ارتد وراح ورجع للغيمة مرة أخرى، أيضا ممكن يكون إشارة أخرى بأنك أنت في موجة، قد تكون فلات أو غيره. المهم هذا اختبار. هل هي الموجة الرابعة الرئيسية؟ ممكن، لكن غالبا الثالثة من الرابعة من الثالثة هي اللي تعمل تلامس الغيمة وترتد مرة أخرى، فتجد واحد منها هنا، اثنين ترجع للغيمة، ثلاثة تبعد، أربعة ترجع للغيمة، خمسة تروح هنا. وهذه سجل خمس موجات في الموجة الثالثة. لننظر إلى سلوك الموجة الرابعة، نفس اللي صار في الموجة اثنين، نزل للغيمة، صعد فوق الغيمة، عاد مرة أخرى أسفل الغيمة. إذن أوهو، إذن نزول لجسم الغيمة قد يتجاوز شعر بقليل، يعود مرة أخرى إلى الغيمة أو أعلى منها بقليل، ثم يعاود كسر الغيمة مرة أخرى ليسجل قاع جديد. هذه A B C أخرى. هنا أعرف نفس السلوك اللي صار في الموجة واحد ستجد أيضا يتكرر عندنا هنا، اختراق للغيمة. ولاحظ الاختراق اللي صار في موجة واحد من خمسة، اثنين من خمسة رجعت تحت الغيمة عاملة نفس الحركة. لو أكبر لكم وين راح؟ خليني أكبر شوي، بتشوف نفس هذه، لكن هذه لن تتبع كل الخطوات لأنها موجة فرعية جزئية اللي هي خامسة فقط، لكن ستجد أن الحركة نفسها تكررت هنا، خارج الغيمة ثم داخل الغيمة ثم حاول يطلع فوق الغيمة ثم نزل كسر سجل قاع جديد ثم اخترق الغيمة هذه في الموجة ثالثة ثم رابعة ثم خامسة مثلا عند المنطقة هذه ليسجل بعدها نزول، أو الأحرى ممكن أن تكون واحد اثنين، لاحظ اثنين على الأقل يكفيني أني أعرف أنها نزلت تحت الغيمة، ثلاثة ممكن، أربعة أو ممكن خمسة اللي انتهت هنا، ممكن هذا تكون فلات، ممكن لا، ممكن هذا تكون خماسية وهنا يرجع A B C أخرى واصل نزول تحت، والإشارة واضحة بين إما كانت هي فلات فقد يكون النزول هذا كله إلى أسفل الغيمة، ما ارتد إلا من المنطقة هذه ليلامس الغيمة مرة أخرى عند المنطقة هذه، أو بيعمل لي الحركة هذه يدخل في الغيمة قد يجتاز قليلا ثم يواصل مرة أخرى نزول إلى مستويات الموجة الرابعة من الضلع اللي قبلها ليسجل لي موجة تصحيحية كاملة. الجيموكو يساعدني كثير في الحركة هذه، يساعدني كثير في إنه حتى في الـ ABC، حتى لو رسمت قناة سعرية عليها راح تعرف، راح تشوف أنت بالنفس، راح تعرف. لاحظ الحركات اللي صارت أمامك هنا، موجة ضعفة أسفل الغيمة، موجة عادت التصحيحية داخل الغيمة، موجة أسفل الغيمة مرة أخرى، بموجة رجعت هنا، موجة أخرى داخل هنا، اللي قدامها بعيد يعني هنا معناتها ما انتهت، هذه انتهت هنا الأسفل لم تلامس الغيمة. لما أجي أنا لاحظوا، أنا أعد بدون ما أقرأ الموجة، مجرد اني اقول هذه واحد اقترب جت عند الغيمه، اثنين اسفلها، ثلاثه بعيد عن الغيمه، اربعه اسفل داخلها، خمسه اللي هي برا الغيمه. لاحظ متجاهلا كل العدد الداخلي، انا فقط اتبع هذه، والله الموجه التصحيحيه هذه هي اي بي سي اي بي سي دي اي ايا كانت، سواء اللي هنا او هنا كيفها، رجعت للغيمه عادت مره اخرى نزول تحت الغيمه ثم ارتفعت. واحد ارتفعت في الغيمة، اثنين داخلها، ثلاثة أبعد شيء
أربعة داخل غيمة، خمسة أبعد شيء. والله هذه ممكن تكون فلات، إيه إلى الغيمة، بي فوق الغيمة، سي تحت الغيمة. هذه ممكن الجزء الأخير فلات، إيه إلى الغيمة، بي تحت الغيمة، خمسة فوق الغيمة. ثم نزول في فجدة مثلا اللي عبارة عن فلات كامل. لو جيت بأي موجة شفها أمامك هنا تجد النمط هذا يتكرر ويتكرر ويتكرر بشكل واضح، بأن والله واحد تحت الغيمة، اثنين اللي هي A فوق، B داخل، C فوق، واحد تحت الغيمة، A فوق، B داخل، C فوق، ونزل مرة أخرى في المنطقة هذه، صعد من هنا، هذه إعلان في دخول في ثالثة. الرابعة A داخل غيمة، B حاولت تخترق الغيمة تطلع منها، C رجعت فوق الغيمة. الأولى هنا واحد في الغيمة، اثنين فوق الغيمة، ثلاثة بعيدة عن الغيمة، أربعة تذبذب إلى لمست الغيمة، خمسة بعيدة عن الغيمة. تعطيك عد واضح واضح وانت ماشي، ومع هذا انت تعد العد الداخلي، ترسم قنواتك السعرية، بس هي تعطيك تأكيد، تقول لك والله ها لا ما انتهت ما انتهت ما انتهت ما انتهت. انا ادري انها ما انتهت. ليه؟ لان والله بعضهم يقول لك والله انا اعتقد ان هذه هي مثلا فلات وهذه انتهت خلاص هنا مثلا، او موجة خامسة، هذه موجة خامسة وعندي هنا الاولى والثانية، والثانية مثلا كيف بنحطها، والثانية والله بحطها هنا كيف، انا بشوف بعدين اتفاهم معها، الثالثة والرابعة والخامسة. بقول لك الرابعة اصلا ما جت داخل القيمة ما لمستها، كيف الثانية تدخل بدخول هذا داخل الغيمة وتطلع منها، والثانية والرابعة تكتفي بس بتصحيح صغير هنا. أقول لك عيد حساباتك، قد تكون هذه هي الرابعة هنا، ثم تهبط مرة أخرى في خمسة تحت. فبهذه الطريقة أنت تقدر تتحقق من الحركة اللي أمامك وتعرف والله ها لا هنا شكلها أن في موجة فعلا اكتملت عند المناطق هذه. تجد الواحد يدخل الغيمة، اثنين خارجها، واحد اثنين ثلاثة أربعة لم تكسر الغيمة ولا شيء، بس لامستها وصعدت، متى كسرتها؟ عند المنطقة هذه موجة فلات. هذه إذا هذه الرابعة الرئيسية، ما هي ذي، وهذه واحد مرة ثانية نفس السلوك فوق الغيمة، اثنين تحت الغيمة، ثلاثة فوق، وهذه أربعة هنا ما دخلت داخل الغيمة. والله هي شوف هي مي قاعدة لأنها استراتيجية، لكن طالما انها ما دخلت داخل غيمة، ايش رايكم لو تكون هذه هي الرابعه من الثالثه؟ الرابعه من الثالثه طالما انها ما عملت الاي بي سي داخل غيمة. اقول لك كيف؟ يعني اعتقد انها ممكن تكون هذه واحد وهذه اثنين وهذه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، هذه ثالثه وهذه رابعه، ايا كان نمطها مختبر الغيمه وعاد تحتها، هذه الخامسه اللي طلعت فوق الغيمه هنا هنا هنا، هذه اعتبرها هي الخامسة. فبذلك تسهل عليك العملية، وين ما تروح على الشات راح تلاقي الأنماط هذه تساعدك، والحركات هذه تصير واضحة أمامك بدخولها وخروجها من الغيمة بنفس الحركات A B C، تجد نفس الحركات A تخرج من الغيمة، B تدخل من الغيمة، والعكس الصحيح. هل الموضوع واضح؟ راح نعيد الموضوع هذا بعدين، ترى ما هو نهاية الكلام بالنسبة ل اتش موك، وهذا فقط استراتيجية استخدمها أنا للتحقق. أحيانا أقول الرابعة انتهت هنا، بس أروح بسرعة تلاقيني آخر شيء أتأكد منه، آخر شيء أتأكد منه اللي هو هل هذه الرابعة الرئيسية هنا، هل هذه هي هنا؟ لحظة خلني أشوف، والله أعتقد هي كذا، بعد ما أخذ مستويات فايف وغيره، والله هذه الرئيسية أنا شايفها مثلا، وهذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ممكن الخامسة دي الأخيرة، هذه الرابعة من خمسة مثلا، عادي نتوقع التصحيح ممكن يصل للمناطق دي عادي مثلا. لذلك شوف 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 الغيمة ايش تقول لك هنا في النزول هذا الحاد كله، شوف الاي بي سي كيف واضح جدا، لما ينزل بعيد عن الغيمة البي تدخل داخل الغيمة، سي بعيد عن الغيمة، لاحظ الدافعة لما تجي، واحد فوق الغيمة، اثنين داخل الغيمة، ثلاثة فوق الغيمة، أربعة داخل الغيمة بحركات اي بي سي، طبعا خمسة فوق الغيمة،
واضحة؟ وكل الحركة أنت حتى لو كنت مضارب، حتى لو كنت مضارب وأنا راسب لي ترند لاين، قناة سعرية، وحاط الإيتشيموكو، وأمامي قناة سعرية راسمها بالشكل هذا، وحاط الإيتشيموكو، خلاص أنا راح أقدر وأعرف أنه والله فوق القيمة ما وصل، أوكي وصل هنا، إذا راح يرجع ويلامس الخط هذا بيضرب القيمة فوق القيمة تحت القيمة، أوكي خلاص أسست القناة حقتي، أتوقع الضربة الجاية راح تكون فوق القيمة، 1 2 3 4، أوكي ضرب هنا، أتوقع الضربة اللي بعدها راح تكون عند أسفل القيمة، A و B و C، أو والله كسر لي القناة، ما علي منه، خليه يكسر القناة، أحيانا الموجة الرابعة ممكن تكسر القناة، بس متى أدخل؟ أنا ما أقدر أدخل لما أشوف حركة هذه إنه دخل فوق القيمة مرة ثانية، يأكد لنا هذه انتهت الـ ABC اللي هنا انتهت. لاحظوا كل الحركات بالأسفل المعقدة هذه اللي تشوفونها هنا، هنا معقد في الأسفل هذه، هذا كلها فوق في جسم، فوق في جسم، فوق في جسم، فوق يعني أو ليدنج دايجونال، أوكي A B C مثلا فوق 1 2 مثلا، إذا شفت الداخل هنا أقول له هذه 1 و2 ثانية، وأنا ماشي على الشارت لين أعرف أن هذا أوكي تحققت من كل الحركات الأمامية. هل الأمور واضحة إلى الحد هذا؟ أعتقد 66 دقيقة نكتفي فيها، وراح عفوا راح أرجع مرة ثانية إلى الموضوع هذا، وراح نتكلم فيه من جديد، وراح نواصل نطبق ونشوف، وتأكد من ترقيمك بالشكل هذا أحد الطرق. هل الأمور واضحة بالنسبة لكم الآن؟ ويعافيكم جميعا، عافيكم جميعا، عافيك عود خولة، إمام مريم مشاعل محمد، الله يجزاكم خير. إلى هنا أكتفي وأترك المايك لأخوي الغالي أم محمد،